الدكتور أيمن مكاوي كان هو وزوجته في ضيافة أحد البرامج، كان الحوار بيتكلم عن نماذج الأزواج السعداء والطريق نحو حياة زوجية سعيدة. فبيقول للمذيعة إيه؟ أنا في 19 فبراير سنة 72 قلت لها بحبك، أنا بعتبر اليوم ده الفالنتاين بتاعنا. وكمل كلامه وهو بيعاكس مراته وبيضحك وبيقول أديكي شايفة، أول ما شفت عينيها الخضرة دي وقعت فيها على طول من أول بصة. المذيعة حاولت تقطعه، قال لها اصبري بس، في مشكلة دلوقتي في تعريف الحب. حب يعني إنسان ما قدرش عيش من غيره، الحياة ملهاش طعم إلا بيه. وكمل وهو بيقول أنا أكتر مدة بعدتها عن أمنية كان من 45 سنة تقريبا، كانت شهر واحد بس، وأنا مدير تدريب وبسافر كتير، لكن أقسم بالله لا نوم حتى أعود. مدام هي مش نايمة جنبي مفيش نوم. فالمذيعة قطعته وبتقول له محدش هيصدق الكلام ده يا دكتور. رد وقال لها ده اللي حاصل. ردت وقالت له طب اقنعني. قال لها بصي، الحياة ملهاش طعم إلا بيها، الأكل ملوش طعم إلا بيها. تصوري إن أنا وأنا قاعد مثلا في البلكونة في آخر الشقة، وتروح هي المطبخ في آخر الشقة الناحية التانية، بعد نص ساعة لازم أروح لها وأقول لها وحشتيني. المذيعة ضحكت وبتقول له لحد دلوقتي؟ قال لها لحد النهاردة. خليني بقى أزيدك من الشعر بيت، إحنا مر علينا مواقف كتير تهدم أي بيت، مواقف مالية وإنسانية وحاجات مع أهلها، لكن هي كانت رمانة الميزان، عمود البيت فعلا، هي اللي بتمتص وتحتوي وتستحمل. ده أنا كنت ساعات أتخانق مع أهلي وهي اللي تصالحني عليهم، تقول لي إلا أهلك. وبعد كده عمل تجربة عملية بيشرح فيها أسباب الخلاف بين الأزواج، جاب برطمانه وفتحه وقال لهم هنعتبر إن ده قلب كل واحد فينا، اتساع جميل وشكله حلو، وجاب مجموعة من الكور الصغيرة وبدأ يحط كورة كورة ويقول ده يوم ما طلبت كذا وما جبتهوش، وده يوم ما شتمت أهلي، وده يوم ما سبتني وزعلانة ومشيت. وفضل مكمل على هذا الوضع لحد ما البرطمان اتملى وقفل على آخره، وكمل وقال بكده يكون القلب عبى وانت ما حاولتش تتعامل مع كل مشكلة في وقتها وتخرجها، فالقلب اتملى واتقفل. وقال في الآخر جملة عمري ما هنساها، قال أصلي مفيش حب هيدخل على قلب معبي. اسمعوا الجملة، أصلي مفيش حب هيدخل على القلب معبي. حلوة قوي الجملة دي. وخلص كلامه بجملة وقال اوعوا تناموا وانتوا على خلاف. وهو ده الحب يا جماعة، الحب الصح مع الشخص الصح. أصل الحب مش كلام ولا رومانسيات ولا أحضان وبس، الحب سند، ضعف وقوة في وقت واحد. الحب إنك تبقى واثق إن في إيد هتحميك من الوقوع، إنكوا تبقوا مسؤولين من بعض، مطمن واثق مستريح. الحب إنك تفضفض وتحكي وإنت متأكد إن في قلب هيسيعك ويسيع الدنيا كلها علشانك، قلب بيصالح ويعتذر، قلب بيحن وبيعذر وبيسامح. الحب إيد تطبطب وقلب يحمي. الحب هو التصرف الصح في الوقت الصح، إن حلم حبيبك يبقى جزء من حلمك، وإنكوا تكملوا المشوار بالود وبالمحبة وبالرحمة. تعالوا نسمع رسالة.